السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن قناة في مقاطع اليوم. عندنا لعبة من ألعاب البلاس شهر يوليو، لعبة أبسولفر، لعبة أونلاين مثل ما فيها مع أخوياك. فكرتها كلها قتال، تحاول يعني هنقول تقتل أكثر أعداء قبل كذا ممكن. فيها طبعا فيها زي نمط القصة، طبعا بتحدد كده على الخصوم. وطبعا أول ما تبدأ، أيوه الله احنا نطلع على السلامة، ما تقول لا، بيجيني. طبعا فيها عقدتهم من انك نمرد انك تسحب فيه، موضع عبارة عن ضربات خفيفة ومثلث وضربات قوية اللي هنقول ممكن تكسر الدروع وزي كذا. طبعا شوف انت في تحت في استمناء وكذا، يعني في هنقول الحين لفل. طبعا فيها تلفيل وفيها حركات وفيها انك يطيح منهم لبس معين وتاخذ لبس حقهم هذا وتلبسه انت وتشوف هل هو فعلا يقويك او لا. هنشوف هنا في هنقول طاح سوال وهنا يزود شوي لكن تحت ما يعطي مرة، لكن لا قلتهم اهم شيء عندي الدمج يزود حقي، الدمج حقي الدمج حقي خلاص لان يزود. اوكي هنا تختار السلاح اللي تحصل او السيف او اللي على حسب ما تلاقيه بعدين، يعني كل ما تتطور كل ما تحصل مهارات افضل كل ما تحصل اشياء افضل. هنا عندك ترفع هنا السترنج، ترفع مثلا الستامنا حقك مثلا. شوف هنا اذا زودت هذا هيلث يزود، دمجي اكبر هنا على الستامنا يزود عندي، هنا عندي الدمج يزود، هنا يزود. هنا شوي هنا كثير يزود، يعني هاي جزء بابا على المهارات عنده يصير أفضل المهارات حقته. هذا شو عندي من موضوع الطاقة الخاصة على هي تلعب أسرع، ما هي الطاقة تلعب أسرع جيدة، لكن خلنا نرفع قسم من هذي. أنا أبغى أرفع دبج حقي ونفس الحالة أبغى أرفع رسم استجابته هو يكون أفضل. ففكرتها إنك على خلينا نقول إنك تتضارب مع أكثر من شخص، هدف إنك توصل لمنطقة معينة. المناطق هذه لها بوسات، لها أشياء، لها أغراض. شوف إنك في بعض الأغراض معينة هنا لازم أحسب أشخاص معينين. اسلم، هذا في قوي ده، والله ما هو شكله في قوة. حلو هذا الأول مات، هذا الثاني أوكي، طيح شيء ما طيح ولا أي حاجة، طيب ما علينا. هنا كأن في غرض أنت آخذه، ما أقدر آخذه بس في شكل. طيب ونروح، ما أدري هل تقدر نقفل، لكن على قسم تتمشى أنت وتشوف الطرق، يعني فيها خصوم في تحاول توصل لأعلى منطقة. هي لها باب زي هذاك الباب، يطلب مني أن أروح في اتجاهات معينة أخلص بعض الأعداء وزي كذا. لا لا كابتن لا، أي يب كان مرة عالي بحثت شكلي. الحين مش بعيدة من المنطقة، هنقول بعيدة شوي عشان نفس حولهم، بس يعني نحاول نرجع لهم نخبرهم من هنا. هم تحت هنا يعني. عند ننزل من هنا بدنا نلف من ورا من هناك. مش كل مرة تموت فيها راح يطلعون من جديد الخصوم، حاولت ما تموت يعني على اللعبة. راح ننتج من هنا صافي،
أنا طبعا سيف الخاص، سيف الخاص يكون أقوى من السيف اللي تحطه في الأرض كذا. لأن هذا زود انها عارف متهلكة كذا، لأن تعطيك دمج زيادة. يقول في شخص الحين من الأونلاين دخل المنطقة حقتي هذه. هو يا انه يزعلي لي عرفتهم، يا انه يا انه يصدق. الحين هو قوي انه يزعلي، ان شاء الله انه قوي بعد. ايش يصير كبير على بيه؟ بس خلينا نكلم اول شيء. نقول له نتعاون انا وهو، اذا واضح خلاص يصير سوا نياه. بس خلاص الحين احنا نياه صرنا تيم واحد، فما بدينا ندمج بعض يعني. هذا احسن شيء. انت ولا واحد وانت ولا واحد. كذا في حنا خلص اسرع. بس خلاص وين. انا اقول ما من هنا، لان انا شفت في غرفة هنا ودي اقفلها، لان هذا هو الباب الرئيسي ودي اشوف له حل. اللي ده الحين هاي طيح لنا حاجة. هنشوف وش هي، لعله يكون شيء كويس. والله يفعني الدمج كذا. يجي هنا بعد نشوف. لا أفضل تين. أوكي هنا لا أضعف أضعف أضعف. يعني هذه أقوى بكثير. لا هذه أحسن. لا يا خوي فزع يا هو. إذا صحيت نفسي أن أبعد عن الرجال ذا. إذا ساحب علي وما دري عني. طيب ما عليه. أصبر مرة ثانية. احنا نبدا الطريق من وين؟ من هنا الطريق لا من هنا. طبعا هو بس هذا كذا، هذه فكرة اللعبة، انك تحاول تخلص واحد، تحاول تخلص بعض الأماكن، تتجاوز كذا، يعني هذا فكرة اللعبة نقول. خلينا نتكلم الحين اول. بس خلاص. بس وهذا كل اللي في اللعبة. يا ريت ما تنسى المتابعة. نشوف ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.